انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا في الولايات الداخلية والسلطات الإدارية تتفقد سير الامتحانات. اللجنة الجهوية لمواجهة الكوارث الطبيعية تناقش إجراءات مواجهة الأمطار والسيول بمدينة كجوجت. طيب الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا، أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الولايات. انطلقت صباح اليوم في عدد من المراكز بولاية الحوض الشرقي امتحانات شهادة البكالوريا، وبهذه المناسبة داوى للولاية سيارة تفقدية لبعض مراكز الامتحان واطلع على ظروف سيره. يركز هؤلاء الشباب انتباههم على الأسئلة، فالأجوبة التي سيسطرون في أوراقهم هي التي ستحدد مصيرهم في امتحانات البكالوريا. أزيد من 1200 متسابق يخوضون غمار الامتحانات في ولاية الحوض الشرقي التي انتظروها كثيرا، فهي بوابتهم لولوج التعليم العالي وامتحانات ومسابقات التوظيف الأخرى. والي الحوض الشرقي خلال زيارته لمراكز الامتحان حث المتسابقين على التحلي بالثقة والتركيز الجيد سبيلا للنجاح في الامتحان. المنسق الجهوي بولاية الحوض الشرقي أكد أن الامتحانات تجري في ظروف مرضية، مضيفا أن القطاع وفر كافة المستلزمات الضرورية لذلك. بدأنا هذه العملية اليوم الحمد لله في ظروف مرضية، كانت مؤمنة، ظروف الأمن وظروف الانطلاقة كامل كانت جيدة. انطلقنا في الوقت المحدد، تم تقسيم المواضيع في الوقت المحدد، وكانت التنظيم ما شاء الله جيد وظروف جيدة لحد الآن، والأجواء على ما يرام. بالنسبة لمواد الامتحان، أوراق الامتحان وزعت بطريقة كافية أيضا، والأسئلة أيضا كافية، ولا عندنا أي مشكلة الحمد لله. نتمنى إن شاء الله التوفيق في هذه العملية، ونتمنى أن تكلل بالنجاح. ويرى الطلاب المشاركون في الامتحانات أنها تجري في ظروف حسنة، وأن المواضيع المطروحة في متناول الجميع. أجواء ما هي صعبة حتى سبب. نقدم إن شاء الله نشتغل مع التعب القراية فتنا قرينا بها لباس. إن شاء الله المواضيع زين الحمد لله. وتوزعت الترشحات على مختلف الشعب في العديد من المراكز في عموم الولاية، حيث بلغت نسبة المترشحين بمدينة النعمة 637 مترشحا، وقد شكلت نسبة البنات على مستوى الولاية 67.40%. وفي ولاية الحوض الغربي انطلقت صباح اليوم في مدينة العيون امتحانات شهادة البكالوريا بإشراف السلطات الإدارية والأمنية بالولاية، ويشارك في هذا الامتحان زيد من 2000 مترشح، تمثل الفتيات منهم نسبة 52%. بمشاركة أزيد من 2000 مترشح لامتحانات شهادة البكالوريا على مستوى ولاية الحوض الغربي تمثل منهم البنات نسبة 52%، بدأ امتحان شهادة البكالوريا وسط مواكبة السلطات الإدارية والأمنية التي قامت بزيارة لبعض مراكز الامتحان في مدينة العيون. زيارة اطلع خلالها والي الولاية أحمد مامادو كيلي على الجو العام الذي يجري فيه الامتحان، حيث أعرب عن ارتياحه لمستوى التنظيم والهدوء الملاحظ في مراكز الامتحان. وأمام التلاميذ قدم الوالي جملة من التوصيات حول ضرورة التركيز والاجتهاد لتحقيق النجاح في هذا الامتحان الذي يعتبر مرحلة حاسمة ومهمة في المسار الدراسي للتلميذ، مضيفا أن الدولة وفرت كل الفرص الملائمة لبلوغ الأهداف المرجوة من العملية التربوية. بحول الله شرفنا اليوم على انطلاقة الامتحان البكالوريا في ولاية حوض الغربي للاطلاع على سير العملية. الظروف كان ملائمة من الناحية الأمنية. من خلال هذه الزيارة تهزنا الفرصة لتشجيع الطلاب لإعمانهم على ظروف الفرص اللي متاح لكم متاح لهم من حيث التنوع في الشعب وتوسيعة السنوات الماضية للخريطة الجامعية، ليا الله يعود مشجع لهم، يعود أكثر ثقة بنفوسهم. أتمنى لهم الجميع النجاة والسداد. التلاميذ من جانبهم عبروا عن آمالهم في تحقيق النجاح والتفوق، مشيدين بالجهود التي بذلت لتوفير جو مناسب لخوض غمار هذا الامتحان. شعوب الأداب العصرية، ما شاء الله أجواء الامتحان اليوم لباس زينة، التربية الإسلامية جات زينة ما شاء الله الحمد لله، ولا توفيق إن شاء الله. مشاركة في بكالوريا السنة
وأول مادة عندنا تربية إسلامية وراجعين عند مولانا إن شاء الله التوفيق ونور جميع المسلمين إن شاء الله. ما شاء الله جو الامتحان اليوم كان زين، ما شاء الله كان زين الحمد لله، لا التوفيق إن شاء الله ونجاح جميع المسلمين إن شاء الله. ويكتسي امتحان البكالوريا أهمية كبيرة بالنسبة للطلاب باعتباره بوابة لولوج الجامعات ومواصلة التعليم العالي. لقناة الموريتانية محمد رياتما، مدينة العيون. وفي مدينة كيفا انطلقت صباح اليوم امتحانات البكالوريا لشعب الآداب العصرية والأصلية والعلوم الطبيعية والرياضيات. وبهذه المناسبة تفقد والي العصابة بعض مراكز الامتحان واطلع على الظروف التي يسير فيها. بمشاركة 2557 مترشحة موزعين على 12 مركزا انطلق امتحان البكالوريا على مستوى ولاية العصابة. السلطات الإدارية والأمنية واكبت انطلاق الامتحان حيث عينت الإجراءات المتخذة لضمان سيره في ظروف ملائمة. قمنا اليوم بزيارة لبعض مراكز امتحان البكالوريا اللي بدأت اليوم، تأكدنا أن كل الإجراءات الأمنية والتنظيمية تم اتخاذها وعن الامتحان يجري في ظروف جيدة. بلغ عدد المترشحين لهذه السنة 2557 مترشح موزعين على 12 مركز، ونسبة البنات منهم بلغت 58%. نتمنى التوفيق لأبناء الولاية إن شاء الله، نتمنى عن مؤشرات هاي السنة تتحسن. الطلاب أبدوا ارتياحهم لظروف العامة التي انطلق فيها امتحان البكالوريا، آملين النجاح والتوفيق في هذه المحطة الدراسية المفصلية. عمي من سيدي كانت أجواء الامتحان هون باك زينة ما شاء الله، وانطلقوا مولي في الوقت المناسب والمراقبة زينة، ما أجبر نظر ما شاء الله. نتمنى النجاح لجميع المسلمين والمشاركين كاملين باك، التوفيق إن شاء الله. عبد السلام ولد بي شعب العلوم الطبيعية، امتحان اليوم كان زين، الإجابات خطأ منه بعد، مراقبين ما متشدي، ما عندهم مشكلة، ما أجبرنا مشكلة في الامتحان. تارول محمد العلادة ثانوية كيفا رقم 1، كان امتحان زين ما شاء الله، الرقابة على أحسن حال ما شاء الله، ولا فيش ما شقرنا فيش. مرة ترمت محمد الأمين الشعب دي العلوم الطبيعية، الامتحان كان ما شاء الله بالفات منه كامل زين موفق شاطر بالتوفيق كامل تلامي. الطاقم اللي والمراقبين عدلوا عملهم بأمان وشفافية ما شاء الله، ولا توفيق إن شاء الله. امتحان البكالوريا الذي يجري على مستوى شعب الآداب الأصلية والعصرية والعلوم الطبيعية والرياضيات يعد مرحلة مفصلية في مسار الطالب التعليمي، حيث سيمكن الناجحين من الولوج إلى الجامعة وبدء مرحلة البحث العلمي. محمد المصطفى نونو، قناة الموريتانية، مدينة كيفا. وعلى مستوى ولاية غرغول انطلقت امتحانات شهادة البكالوريا بمشاركة 2180 مترشحا من مختلف الشعب. وقددت السلطات الإدارية صباح اليوم زيارة لبعض مراكز الامتحان بمدينة كيهيدي للاطلاع على سير الامتحانات. وسط إجراءات تنظيمية وأمنية توفر الجو المناسب للمترشحين، انطلقت امتحانات البكالوريا على مستوى ولاية غرغول. والي الولاية أحمد نور سيدوبا أدى زيارة للمركز الموجود في ثانوية كيهيدي رقم 1 للاطلاع على ظروف انطلاقة الامتحانات والتعرف على التدابير المتخذة لضمان تنظيم الامتحانات في ظروف طبيعية، إضافة إلى التقيد بمضامين التعميم الصادر عن وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بخصوص تنظيم المراكز وضمان الشفافية وحفظ المواضيع المطروحة على المترشحين. الحمد لله، حسب اللي شفنا وحسب القائمين على امتحان البكالوريا على أن الإجراءات تمت وعلى أن الطلاب حضروا وظروف مواتية كاملة من الناحية التنظيمية واللوجستية ومن الناحية الأمنية. لاحظنا في السنوات الماضية الأخيرة على أن نسبة نجاح البكالوريا على مستوى ولاية غرغول على أنها في ارتفاع، نأمل أن تكون هذه السنة أيضا كيف تمثيلاتها. مرتاحين على أن السنة الماضية على أن الشخص الثاني على مستوى الوطن في بكالوريا الرياضيات كان من ولاية غرغول، ونأمل إن شاء الله أن يستمر تفوق أبناء الولاية في امتحانات البكالوريا وفي كل الامتحانات، وأملنا كبير فعلا هذه الامتحانات هذه السنة نتيجة للظروف اللي اتخذت
في إطار المدرسة الجمهورية أعلن نتائج تعود مشجعة. ويتولى الطاقم من وزارة التهذيب عملية الإشراف والتنظيم على مراكز البكالوريا والحرص على التطبيق صارم للإجراءات التي تضمن سير المحكم لأيام الامتحانات. فيما يتعلق بلجان المشرفة على الامتحانات على مستوى ولاية قرقد وصلت في الآجال المحددة ولله الحمد وحتى الساعة لا توجد مشكلة، لأن الترتيبات المطلوبة قيمة بها في الوقت المناسب، وبالتالي الامتحان يجري في ظروف جيدة وبانسيابية تامة وبتعاون أيضا جيد من السلطات الإدارية والأمنية. ويبلغ عدد المترشحين لنيل شهادة البكالوريا من مختلف الشعب على مستوى ولاية قرقل أزيد من 2000 مترشح تتوزع على 7 مراكز. محمد علي سالك لقناة الموريتانية مدينة كيدي. وعلى مستوى ولاية البراكنة انطلقت صباح اليوم امتحانات شهادة البكالوريا بمشاركة 1465 تلميذا، وبهذه المناسبة أدى الوالي سيارة ميدانية لعدد من الأقسام التي يجري فيها الامتحان بمدينة ألاك. على عتبة مرحلة مفصلية في المسار الدراسي يخوض 1465 تلميذا في ولاية البراكنة امتحان البكالوريا على غرار مختلف ولايات الوطن. وللولاية محمد والسالك أدى جولة تفقدية لعدد من الأقسام التي يجري فيها الامتحان داخل مدينة ألاك، واطلع على الإجراءات اللوجستية والأمنية المتخذة لإنجاح هذه العملية. وتضم ولاية البراكنة 8 مراكز يجري فيها الامتحان موزعة داخل المقاطعات. هذه الشهادة العام ترشح لها 1456 بالنسبة لثلاثة شعب: الشعبة الأصلية، وشعبة الآداب العصرية، وشعبة العلوم الطبيعية. وليميز العام الدراسي 2023-24 نسبة البنات تجاوزت 60%، وهذه أول مرة تصل فيها نسبة البنات في البكالوريا إلى هذه العتبة. التحضيرات بالنسبة للامتحان كانت جيدة، جميع الوسائل المطلوبة سواء كانت لوجستية أو أمنية تم توفيرها وتم وضعها في المكان في الوقت المناسب. نأمل أعلن مؤشر النجاح يعود مرتفع هذا العام. وقد عبر التلاميذ عن ارتياحهم للتدابير المتخذة في تنظيم الامتحان وطرح المواضيع في الوقت المحدد. الامتحان إن شاء الله ظروفه زينة، جينا في الوقت، مراقبين إن شاء الله ما مباخرين شيء. شعبة العلوم مادة التربية الإسلامية والأسئلة كانوا من السلام للجميع. شعبة العلوم امتحان كان زين ومراقبين كانوا تمام للجميع. شكرا. ويتحدث المراقبون عن مميزات طبعت هذا العام الدراسي يتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على مؤشر النجاح، تمثلت في البداية المبكرة للعام الدراسي والتغطية الشاملة للأقسام الإشهادية، وهي جهود تأتي ضمن الإصلاح التعليمي الذي تنتهجه السلطات العمومية. محمد الملهادي، قناة الموريتانية، مدينة ألاك. وفي ولاية ترارزا انطلقت صباح اليوم في 14 مركزا امتحانات شهادة البكالوريا بمشاركة ما يناهز 3480 مشاركا، وقد اتخذت السلطات الإدارية والجهوية على مستوى الولاية كافة الإجراءات الفنية واللوجستية لتأمين سير الامتحانات في ظروف مناسبة. بعد سنة من التحصيل العلمي والمعرفي، التلاميذ المترشحون لنيل شهادة البكالوريا في ولاية ترارزا يجلسون على طاولة الامتحان وسط أجواء طبيعية ومفعمة بالآمال والتفاؤل بالنجاح في دورة 2024. الحمد لله أجواء الامتحان الحمد لله كانت متناول، الحمد لله إجينا مع الصباح، إجراءات الأمنية الحمد لله في الحمد لله زين، الحمد لله إجراءات الأمنية كانت متناظمين، إجينا دخلنا قاعة الحمد لله طرحت المادة في الوقت، وكان الحمد لله كانت إجراءات الحمد لله في المتناول والمادة في المتناول الحمد لله. الامتحان ما شاء الله زين، جينا في الوقت الحمد لله، لحقنا الأجواء متناظمة، ما عندنا مشكلة الحمد لله، دخلنا في أقسامنا، عرفنا صليتنا يامس ودخلنا في أقسامنا، راعين عدونا الامتحان الحمد لله بصفة متناظمة، ما عندنا مشكلة الحمد لله.
ما شاء الله أجواء الامتحان زينة، إلا أنه كانوا السوايع هذه المادة اللي علينا ورك اللي هي التعليق القرآن كانوا 3 سوايع، وهاي المرة جابوهم إلا 2 ساعة، معانها هي جابوهم في آيات أطوال، غير على العموم بعد الحمد لله جيد. من أصل 14 مركز امتحان هو مجموع المراكز الموزعة في مقاطعات الولاية، تفقد والد رارزة محمد أحمد مولود 3 مراكز في مدينة روسو، واطلع عن قرب رفقة وفد من السلطات الإدارية والجهوية وممثلين عن هيئة الرقابة والإشراف وآباء التلاميذ على الظروف العامة التي جرى فيها اليوم الأول من الامتحان. امتحان جرى بظروف جيدة الحمد لله، لكن لما وصلنا عن باقي مقاطعة الولاية كانت البداية جيدة، وأنا للعموم امتحانات جرت بظروف جيدة لأن خليلها أداء جيد وتم توفير الطاقم البشري الرقابي والتنظيمي. هاي المسابقة شاركت فيها 3500 تلميذي لمستوى الولاية، وفيها نسبة البنات 58.74 في 14 مركز في أهلها هنا روسو والباقي في باقي الولاية. وعلى المستوى التنظيمي لم يسجل غياب كبير في صفوف التلاميذ، بينما حضر جميع المراقبين في الوقت المناسب حسب الإدارة الجهوية للتهذيب الوطني. عدد المترشحين لامتحان البكالوريا هذا العام في عموم ولاية رارزة يبلغ 3488 مترشح تتوزع على 3 شعب، وهذه الشعب موجودة في 14 مركز على مستوى الولاية. شهادة البكالوريا بالنسبة للطلاب الثانوية تعتبر المفتاح الأصلي الذي لا بديل عنه بالنسبة لمن يريد الدخول من باب الجامعة. وفي شمال البلاد، حيث انطلقت اليوم في عموم ولاية دخلة وذيب امتحانات شهادة البكالوريا بمشاركة 2480 تلميذا، وقد ازدادت مراكز الامتحانات بالولاية بمركز جديد في مقاطعة الشام. يشارك في شهادة البكالوريا على مستوى ولاية داخلة واذيب ما يربو على 2400 تلميذ في 7 مراكز تتوزع على عموم الولاية، وقد عبر التلاميذ عن رضاهم للجو العام الذي طبع بداية هذه الامتحانات وتماشي الأسئلة المقدمة مع المقررات التي درسوها طيلة سنة كاملة. مادة تربية إسلامية كانت على المتناول، كانت على المستوى ذا كامل، فتنا قريناها الحمد لله ذا كامل فاجئ، ما كانت صعبة الحمد لله، لأن طلبوا تعود الجاي ما هو صعب أمول عود كيف هي الحمد لله، وهي زينة ما شاء الله، مادة ما كانت واعرة ما شاء الله كانت هينا حتى الحمد لله. عندنا شعبة العلوم وعندنا هذا مادة التربية الإسلامية ما شاء الله، سيجا أبو رضاب عدلنا باب البرنامج ما شاء الله، سجل بس عليه ما كنا خايفين منه ما جانا ما شاء الله. وللإطمئنان على الظروف التي اكتنفت سير الامتحانات، اطلع والي ولاية داخلة واذيب ماحي ولد حامد ميدانيا على الآليات المتبعة في مجال الرقابة بالعديد من مراكز الامتحانات بمدينة واذيب. وفي مختلف محطات الزيارة أكد والي الولاية على ضرورة سير الامتحانات وفق الخطة التي رسمها القطاع مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بجعل التلاميذ في ظروف مريحة لخوض هذه الامتحانات. انطلقت اليوم على مستوى الولاية ولاية داخلة وادي بامتحانات شهادة البكالوريا بظروف عادية الحمد لله، وكان عدد التلاميذ المترشحين للشهادة على مستوى الولاية 2480 مقسمين على 7 مراكز هنا خارج مدينة المذيب وب 65 قاعة، ويشرف على الرقابة 130 مراقب. أمور بخير الحمد لله. وتعتبر شهادة البكالوريا محطة هامة في المشوار التعليمي، حيث يؤهل الحصول عليها لمرحلة التعليم العالي. مريم أحمد، الموريتانية، واذيب. إلى ولاية تاغانيت، حيث انطلقت صباح اليوم امتحانات شهادة البكالوريا بمشاركة 1021 مترشح. وبهذه المناسبة تفقد والي تاغانيت بعض مراكز الامتحان للتأكد من توفير كافة الظروف المناسبة للتلاميذ المشاركين.
بمشاركة أكثر من 1020 مترشح انطلقت فعاليات تقانة امتحانات البكالوريا العام الدراسي 2023-2024، ومن أجل الوقوف على ظروف سير الامتحان وتفقد الإجراءات التي اتخذت لضمان إجرائه في ظروف ملائمة، تأتي زيارة والي تقانة الطيب المحمد محمود لبعض مراكز الامتحان بتججة، حيث تجول في مختلف المراكز المزورة واطلع عن قرب على الظروف التي بدأ فيها الامتحان. نحن اليوم في الحلقة الأخيرة والأهم من حلقات المسابقات الوطنية اللي على المستوى الجهوي اللي هي باكالوريا. على كل حال تم اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة إن شاء الله تعالى بنجاح هذه المهمة، سواء من الناحية الفنية وسواء من ناحية التأمين أيضا. أرجو للجميع النجاح والتوفيق في هذه المسابقة. على كل حال السنة اللي أعلنها كانت سنة استثنائية من حيث الإجراءات اللي انقبضت من أجل نجاح التلاميذ، سواء اللي عدى القطاع التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، أسوأ من خلال الإدارة المحلية هنا على المستوى المحلي، أسوأ من خلال أيضا ما يتعلق بالبكالوريا المجلس الجهوي على مستوى الولاية. على كل حال اشتغلوا في إطار الأقسام النهائية وحتى تشجيع الأساتذة، راجين للجهود اللي تم بذلها من قبل الجميع، أسوأ إدارة أسوأ منتخبين الجميع كامل، أنها تعود تنعكس إيجابا إن شاء الله على نجاح تلاميذ وعلى مستواهم وعلى لأنهم أيضا هم اللي يمكنهم إن شاء الله تعالى إلى قاس الجامعة يعود ينجحوا بتفوق. المشرفون على مراكز الامتحان تحدثوا عن الإجراءات التي اتخذت الجهات المشرفة لضمان شفافية الامتحان. حرصنا في البداية أن نوفر جميع التجهيزات اللازمة لانطلاق الامتحان في ظروف جيدة، وقد وفقنا ولله الحمد في التحضيرات اللازمة، وقد جهزنا جميع المصادر اللوجستية ونسقنا مع الجهات الأمنية، وقد انطلق امتحان الباكالوريا اليوم المادة الأولى في ظروف جيدة ولله الحمد. لم نسجل الحمد لله أي خروقات لمساطر الامتحانات، وأنتهز هذه الفرصة لأشكر الجهات الأمنية وأشكر السلطات الإدارية لتنسيقهم معنا ولوجودهم بجانبنا، ولذلك ولله الحمد تمت العملية بنجاح ولله الحمد. نرجو إن شاء الله أن يتواصل نجاح العملية وأن نستكمل جميع مراحل البكالوريا بنجاح. التلاميذ المشاركون عبروا عن ارتياحهم للإجراءات التنظيمية التي اكتنفت انطلاق البكالوريا. إن شاء الله الامتحان كان جيد، أتوقع إن شاء الله عود الله إن شاء الله كيف المزاد جاي إن شاء الله. المسابقة إن شاء الله كانت زينة، البكالوريا دائما كانت كات مشارك بمسابقة بكالوريا 2024، مسابقة كانت جيدة، كانت إن شاء الله عندهم شيء قوي، كانت متينة الحمد لله للسلامة بعد فجأة خطم كامل هوين قيل توقع إن شاء الله عود الله كي جاي منه عود الله أحسن إن شاء الله أفضل. هذا ويجري المترشحون للبكالوريا في ولاية تقانت امتحانهم في 8 مراكز في مقاطعتي تججة والمجرية. الحسن الدباب، الموريتانية، ولاية تقانت. نعود إلى شمال البلاد، حيث بدأت في ولاية تير الزنبور امتحانات شهادة البكالوريا بمشاركة 731 مترشحا موزعين على مركزين بمدينة زوارات، وقد أدى والي تير الزنبور زيارة للاطلاع على ظروف سير الامتحان. حصاد سنة دراسية يكتبه هؤلاء التلامذة على ورقة إجابة امتحان البكالوريا الذي انطلق في عموم ولاية ترس الزمور. السلطات الإدارية تفقدت مراكز الامتحان بمدينة زويرات وتعرفت على أحوال المشاركين. قمنا اليوم بالتفقد مراكز امتحانات شهادة البكالوريا على مستوى الولاية، تأكدنا من جاهزية هذه المراكز وحضور كافة الطواقم، تم اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان نجاح هذه الامتحانات في ظروف جيدة، حيث تمكن حوالي 701 ولاية مترشح من أداء هذه الامتحانات في ظروف مرضية لله الحمد. التحضير الجيد من قبل الإدارة الجهوية للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي مكن من وضع المشاركين بالامتحان في ظروف مناسبة. بالنسبة لسير الامتحان في هذه المؤسسة جرى في ظروف جيدة، حيث وجدنا أن المؤسسة مهيئة لاستقبال التلاميذ، وبدأ اليوم الأول بدخول التلاميذ في الوقت المناسب وكذلك توزيع المواضيع في الوقت المناسب، وكانت السلطات الإدارية والأمنية أيضا قد وفرت الأمن داخل وخارج محيط المؤسسة. نوعية الأسئلة المطروحة تمت فيها مراعاة مستويات كافة الطلاب الذين أبدوا ارتياحا من الجو العام للامتحانات. الحمد لله التربية الإسلامية زين الحمد لله، وذي الجانة الحمد لله معوار
الحمد لله ولا راجين عند مولانا التوفيق انا وزملائي كاملين. ما شاء الله الامتحان زين، تحضير زين، والقاعة ما شاء الله مناسبة وظروف زينة، ما أجبرنا أي مشكلة الحمد لله. التنسيق المحكم بين السلطات الإدارية والمصالح الفنية للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي انعكست بشكل واضح على سير عملية امتحان البكالوريا في ولاية تيرس الزمور. تالي الصادق، قناة الموريتانية، مدينة زوارات. وفي ولاية إنشيري انطلقت امتحانات شهادة البكالوريا بمشاركة 384 مشاركة موزعين على مقاطعتي أكجوجة وبن الشاب، وقد أبدى التلاميذ المشاركون رضاهم عن الظروف التي يجري فيها الامتحان. داخل ثانوية أكجوجة انطلق امتحان شهادة البكالوريا من العام الدراسي 2023-2024، حيث يشارك في هذا الامتحان 384 متسابقا موزعين على مركزي أكجوجة وبن الشاب. تمثل نسبة البنات منهم 58.33%. والي إنشيري أدى زيارة لثانوية أكجوجة للاطلاع على الظروف التي يجري فيها التلاميذ امتحانهم. قمنا بزيارة ميدانية من أجل انطلاق الشهادة الثانوية العامة على مستوى ولاية إنشيري. تجري المسابقة في ظروف جيدة ولله الحمد، وفي ظروف أمنية جيدة ومطمئنة، والحمد لله. نتمنى للمتسابقين في هذه المسابقة على مستوى ولاية إنشيري التوفيق والسداد، ونشكر القائمين على تنظيم هذه المسابقة من الناحية الإجرائية والإدارية والأمنية. نشكر الجميع على جهودهم المباركة، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. التلاميذ المشاركون في امتحان شهادة البكالوريا تحدثوا عن الظروف التي تجري فيها امتحانات شهادة البكالوريا وعن الموضوعات التي تم فيها امتحانهم، مؤكدين أن الجو ملائم لإجراء الامتحان. شعبة العلوم العلوم الطبيعية اليوم كانت تربية إسلامية زينة بالمتناول للجميع، حد بعد كان يقرأ. شعبة جدة إن شاء الله بارك علينا التربية الإسلامية، إن شاء الله زينة بس بارك الله المستوى راجع لها. الامتحان زين ما شاء الله، أجواء ملي ما شاء الله زينة، فتنا شفنا لا التربية الإسلامية في المتناول والتوف، وراجعين بعد الأخرى عود كيفها لعاد مولي عود هو منها، ما شاء الله أجواء زينة. رساتي ذا ملي الطاقم ما شاء الله دارنا في وضعيا قدوا نشتغلوا بها. امتحان ما شاء الله في جاري في أجواء زينة الحمد لله، أجواء اعتيادية بما أن احنا معيدين من السنة الماضية، ما شاء الله أجواء زينة في تنظيم الحمد لله. مادة الأداب العصرية بارك علينا التربية الإسلامية، وما شاء الله أجواء زينة الحمد لله مريحة. القائمون على امتحان شهادة البكالوريا أكدوا اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والتدابير اللازمة لتمكين التلاميذ من إجراء امتحاناتهم في ظروف مرضية. عبد الله وليسلم، الموريتانية، مدينة أكجوجت. وفي ولاية إنشيري دائما حيث ترأس ولي الولاية إدريس ديمبا كوريرا سوال اليوم بقاعة الاجتماعات بالولاية اجتماع اللجنة الجهوية لمواجهة الكوارث الطبيعية الناشمة عن الأمطار، وقد ناقش المجتمعون آليات التنسيق وتفعيل إجراءات مواجهة الأمطار والسيول وحالة الاستعداد العامة والإمكانات المرصودة لمواجهة السيول في موسم الأمطار، ومدى جاهزية المدينة لمواجهة الأمطار وكيفية تصريف السيول وتوجيهها خارج أحياء المدينة. يأتي هذا الاجتماع في إطار الإجراءات الضرورية والتدابير اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية التي تنجم عن التساقطات المطرية خلال موسم الأمطار. وقد تحدث والي إنشيري خلال الاجتماع عن طبيعة الإجراءات التي يجب اتخاذها لمواجهة الأمطار والسيول. كما هو معروف إننا مقبلون على موسم الخريف، وبالتالي لابد أن نتخذ عدة إجراءات من أجل الوقاية ومن أجل أيضا استعداد لأي طارئ فيما يتعلق بالسيول. وبالتالي هذا الاجتماع من أجل مناقشة آليات التنسيق، من أجل مناقشة أيضا اتخاذ الإجراءات الوقائية حتى نكون مستعدين في موسم الخريف لأي طارئ من أجل وقاية المواطنين، من أجل أيضا حماية المواطنين فيما يتعلق بأي طارئ.
من أجل أيضا الوقاية، وقاية المدينة لأي طارئ أيضا. وبالتالي يجب أن نناقش عدة أمور، من بينها حالة الاستعداد، هل هناك أشياء نحتاجها قبل موسم الأمطار، هل نحن مستعدين لمواجهة موسم الأمطار، وبالتالي ما هي الحلول المقترحة من أجل مواجهة موسم الأمطار أيضا. وبالتالي هذه الجهات الموجودة هنا، الجهات الأمنية الإدارية، المصالح، شركة MCM والمنتخبين، يجب أن نناقش هذه الأمور حتى نكون مستعدين لهذه لموسم الأمطار إن شاء الله. إلى ولاية الحوض الغربي، حيث عقد المجلس الشهوي في الولاية اليوم في العيون دورة عادية برئاسة جمال والمحمد رئيس المجلس، وبحضور مستشار الوالي المكلف بالشؤون الاقتصادية سيدي محمد داول سيدنا. وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة مناقشة تقرير نشاط الجهة ما بين الدورتين، إضافة إلى المصادقة على اتفاقية وسارة الزراعة حول توفير بعض المعدات الزراعية لصالح الجهة. وخلال هذه الدورة أكد أعضاء المجلس على ضرورة بذل الجهود من أجل الدفع بالتنمية في الولاية. وقد استعرض رئيس جهة الحوض الغربي أهم الأنشطة التي نفذتها الجهة خلال الفترة الأخيرة بهدف دعم التنمية وتعزيز اللامركزية. الأنشطة اللي عدنا الأنشطة كاملة تدخل في إطار البحث عن حلول للمشاكل المطروحة في دائرتنا اللي هي ولاية الحوض الغربي، ذي اللي منها متعلق بالخدمات، وذي اللي منها متعلق بأمور أخرى عيادات تعود واللي كيف تطلب من مدة تدخل فيها وتقبض لها أساليب تحلها بها. تواصلنا مع وزارة الزراعة، كان فهم اللي هي هذه النقطة اللي هي حكم اللي هي جدول أعمالنا، هاي الاتفاقيات المطروحة بين يديكم، اتفاقية مع وزارة الزراعة عدتها مع 10 ولايات وإحنا من بينهم، أنها لا تعطيهم توالي لهم تسيير شمل الآليات، وهذا بالنسبة لنا تحدي لأنه نوع من نقل الصلاحيات، بداية نقل الصلاحيات، وتعترض قدر من العقبات والتحديات المالية والتجريبية مولي، لأنه نوع جديد من 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 الخدمات. إحنا ما كان عندنا، إحنا ما كانت عندنا آلية اسوى شنهي نقدموا بها خدمة، معناه أن تعاطينا مع المواطن مباشرة وإقناعه هو بأهمية واللي هذا هذا هذه الخدمة، هذا مازال يحتاج لياسر من الحمية. بهذا تصريح مشاهدينا نأتي على ختام نشرة أخبار الولايات، تذكر بالعناوين: إطلاق امتحانات شهادة البكالوريا في الولايات الداخلية والسلطات الإدارية تتفقد سير الامتحانات. اللجنة الجهوية لمواجهة الكوارث الطبيعية تناقش إجراءات مواجهة الأمطار والسيول بمدينة بجوجات. شكرا لكم على حسن إصغائي والمتابعة، نلتقي في نشرة منتصف الليل، إلى اللقاء.